أيتها السيدات، أيها السادة، أسعد الله أيامكم. وسائل يسأل: ما مصير التسوية التي يتحدث عنها بعضهم سواء كان في فلسطين أو في سوريا أو في العراق أو في ليبيا أو في أي بلدان تشهد أشكالا من الصراع متعددة؟ أولا، إن الذي يحدد التسوية هو وضع الصراع وطبيعة الصراع وماهية الصراع. متى يكون الصراع قابلا للتسوية ومتى لا يكون قابلا للتسوية؟ وهل كل صراع أصلا قابل للتسوية؟ هذه أسئلة مهمة على المستوى العقلي والنظري والفلسفي، ولا غنى عنها للانتقال إلى الممارسة العملية في عمليات التسوية والصراع. ودون فهم هذه المسألة فإن العمليات التي تجري على الأرض لا قيمة لها إطلاقا. بمعنى إن طرفي التسوية إذا لم ينطلقوا مما سأقوله الآن فلا يمكن أن تتحقق أي تسوية. أولا، ما الصراعات القابلة للتسوية؟ يمكن أن تكون هناك صراعات على قطعة من الأرض يختلف في حق ملكيتها سواء بين الأفراد أو بين الدول، فتجري التسوية بين طرفين يعترفان بجزء من الحق، يعني كل طرف يعترف للطرف الآخر بجزء من الحق وتتم التسوية. فإذا الشرط الأول للتسوية هنا هو الاعتراف المتبادل بالحق. دون اعتراف متبادل بالحق لا يمكن أن يكون هناك تسوية. الأمريكان يقولون من حق إيران أن تستخدم الطاقة النووية للأشياء السلمية، للأمور السلمية، وليس من حقها أن تطور برنامجها النووي لدرجة تستطيع معها أن تصنع قنبلة ذرية. فإذا التسوية الممكنة اعتراف أمريكا بحق إيران بأسلب طاقة نووية للأغراض السلمية، واعتراف إيران بحق الولايات المتحدة بمنعها من صناعة قنبلة نووية. غير ذلك لا يمكن أن تقوم تسوية. إذن هنا اعتراف بحق له علاقة بالسلم بالنسبة لإيران، إنه أوكي أسلحة ممنوعة، طاقة نووية مسموح. إيران معترفة بحق القوة، قوة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن تزيد من العقوبات وقادرة على استخدام القوة المسلحة، وتعرف إيران أن استخدام أمريكا للقوة المسلحة يعني تدمير إيران خلال ساعة. فكل الصراعات التي تكون قابلة للحل انطلاقا من الاعتراف بحظ من الحق يجري
تجري على محمل ما نسميه العقلانية لحل الصراع. لو أخذنا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إسرائيل لا تعترف بحق الفلسطينيين بدولة، فيما الفلسطينيين اعترفوا بحق إسرائيل بالوجود. إذن في طرف اعترف له بحق الوجود، في طرف ثاني لم يعترف له بحق الدولة، يعني بعدم بحق الوجود ما اعترف، إنه أقعدهم بدون دولة. لا يمكن أن تقوم تسوية انطلاقا من هذه من هاتين العقليتين المختلفتين. وإذا ما قامت فليست تسوية بقدر ما هي هزيمة الطرف الفلسطيني أمام الطرف الإسرائيلي. يعني إذا قبل الطرف الفلسطيني بتسوية مع إسرائيل بالتخلي عن فكرة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، سيكون قد انهزم، وبالتالي لا يكون قد حقق تسوية، بل يكون قد اعترف صاغرا بالقوة. هذا يعني أن الصراع لكي يكون قابلا للتسوية يجب أن يكون في حدود الاعتراف المتبادل من جهة، ويجب أن يكون هناك منطق قوة لدى الطرفين. إذا ما كان في منطق قوة لدى الطرفين ما في حل الصراع، ما في تسوية. افترض أنه أنا لدي قوة المنطق والآخر لديه قوة منطق القوة، منطق القوة لا شيء يجبره على الخضوع لمنطق لقوة المنطق، احنا منطقيا اقوى، بس هو قوة عنده قوة لا منطقية بمعنى من المعاني، ذلك لا يكون تسوية عند هذا الامر. في سوريا يتحدثون عن تسوية. الصراعات المتناقضة اللي فيها تناقض مطلق صعب التسوية. يعني هناك طرف شعبي يريد دولة ديمقراطية تساوي بين الناس في الحقوق والواجبات والقضاء على 50 عام من الدكتاتورية، وهناك جماعة دكتاتورية تريد أن تبقى وتمارس الدكتاتورية. ما هي التسوية الممكنة بين طرفين متناقضين إلى هذا الحد؟ شو أفاق التسوية؟ صفر. لماذا هي صفر؟ لأنك لا تستطيع إطلاقاً أن تقيم نظاماً نص ديكتاتوري ونص ديمقراطي، ما لا تستطيع. لا الديمقراطية تتحمل البنية الدكتاتورية القائمة على وجود جيش وأمن وشرطة وقمعية وطائفية، ولا الدكتاتورية تتحمل وجود حالة ديمقراطية يكون فيها الشعب هو صاحب القول الفصل في مشكلات الوطن. إذن هذه تسوية مستحيلة. التسوية هنا تعني الانتقال من حالة إلى أخرى، وليس تسوي اتفاق بين المتناقضين. رأيتم؟ يعني تعقيد القضية هنا يقوم. طرف يريد تسوية مع بقاء الدكتاتورية وهذا مستحيل، وطرف يريد تسوية مع وجود الديمقراطية فقط. لا هذا الطرف قابل بالديكتاتورية بوجودها كحالة باقية بعد التسوية، ولا الديكتاتورية ترضى بقيام ديمقراطية تأتي على بنية وجوهر الديكتاتورية. إذن
نحن أمام معضلة كبيرة، وكل من يتحدث عن التسويات بين الصراعات المتناقضة تناقضا مطلقا بين حقين فإنه لا يفقه شيئا بحركة التاريخ. خذوا العراق، الأمريكان أعادوا العراق إلى مرحلة بدائية، بالمناسبة دمروا كل البنية التحتية العراقية، وأنتج العراق الميليشيات وداعش والبدكية، انتصر على داعش والميليشيات باقية، تجري انتخابات تخسر الانتخابات، الميليشيات ترفض الانتخابات، ميليشيات طائفية مرتبطة بدولة لاهوتية متخلفة رجعية، أكثر دولة متخلفة في العالم الآن هي إيران، لاهوتية، كل دولة لاهوتية هي متخلفة. طيب ما هي التسوية الممكنة؟ قيام دولة مع وجود ميليشيات مرتبطة بدولة أخرى من مصلحتها أن تبقى العراق في حالة صراع وتخلف مستحيل، يجب أن ينتصر أحد الطرفين. الميليشيات إذا انتصرت يعني عاد العراق مرة أخرى إلى ما دون ما قبل قيام هذا شبه الدولة الموجودة. إذا انتصرت فكرة الدولة يتحول العراق إلى دولة، عندها يكون هناك تسويات بين الناس وإقامة سلم أهلي وإلى آخره. أما تسوية بين ميليشيات خارج سلطة الدولة ودولة تسعى لأن تفرض سلطتها على المجتمع فهذا أمر مستحيل يا سادة. خذوا الآن لبنان، ما هي لبنان الآن؟ لبنان تاريخيا أيتها السيدات أيها السادة دولة، هي دولة شئنا ما بينها، أنشئت دولة اسمها دولة لبنان الكبير، هذا مناقض للتاريخ، مع التاريخ قضيتين، لبنان دولة. ما كان يميز هذه الدولة أمران، أنها مركز مالي عربي وعالمي ومركز سياحي، وبالتالي حجم الدخل للبنان كان يؤدي إلى نوع من الرفاه الاجتماعي، يعني كان الرواتب في لبنان أعلى بثلاث أضعاف من الرواتب في سوريا، وكلها 10,000 كيلومتر مربع وسوريا 180,000 كيلومتر مربع، يعني اللي بتنتجه حوران أكثر مما تنتجه لبنان كلها، لكن المركز المالي والمركز السياحي عم يأتوا، يعني هذا المركز وصفهما مركزين قويين يدران على الدولة أموال كثيرة وضرائب كثيرة، لذلك حتى حجم الضرائب في لبنان كان أضعاف مضاعفة من حجم الضرائب في سوريا، تخيلوا، لأنه كان الفساد أقل، كلما كانت الضرائب كلما كان تهرب ضريبي يعني في فساد، بسوريا طبعا في فساد مطلق، ما بسوريا والعراق ولبنان الآن الفساد حالة طبيعية شيء مقرف يعني دون خجل. طيب نشأ الظاهرة ميليشياوية شكلت قوة عسكرية داخل الدولة لا تخضع لقوانين الدولة بحجة الممانعة وما شابه ذلك، ومصدر رزقها من إيران، وهم يعترفون أن مصدر رزقنا من إيران. هذه الميليشيا هي خارج سلطة الدولة. طيب كيف يمكن أن تقوم تسوية في لبنان بوجود دولة شكلية وسلطة حقيقية لميليشيات هي أقوى من سلطة الدولة؟ كيف؟ لا يمكن.
لا يمكن. هلا الرأسمال المالي لما بتكون دولة مركز مالي يجب أن تتمتع بالاستقرار والأمان. الاستقرار والأمان انتهى، لم تعد بيروت مركزا ماليا، وبالعكس كل الذين وضعوا أموالهم في بنوك بيروت ولبنان وجدوا أنفسهم صفر اليدين. أيضا المركز السياحي يحتاج إلى أمان واستقرار، ما يحتاج إلى خطف وقتل وإلى آخره، وبالتالي انتهى لبنان من كونه مركز سياحي. ما عاد في ضرائب، ميليشيات أوت أوف، الميليشيات خارج القانون، بصير انفجار المرفأ اللي هو شكل فاقع من أشكال غياب الدولة وسيطرة الميليشيات. انتهى لبنان. طيب كيف بدك تسوي؟ ما هي الطريقة لإنجاز تسوية في لبنان؟ ما في غير طريقة واحدة، تسليم السلاح تبع الميليشيا للدولة وألغاء الميليشيا وتحويله إلى حزب سياسي عادي، وهذا يبدو مستحيلا من خلال الحوار، مستحيل. وبالتالي استحالة التسوية هذا الذي أردت أن أقوله، يعني أن كل خطاب عن التسويات لا ينطلق من الواقع المتعين وتغييره لا يمكن أن يؤدي إلى التسوية. بقاء الواقع الذي يحتاج إلى تسوية مع تسوية أمر مستحيل، عقليا مستحيل يا سادة يا كرام. جيش عدده 50,000 100,000 وميليشيات عددها 200,000 مسلحة أكثر من الجيش، تأتيها أموال من الخارج أكثر من الجيش، كيف بدك تسوي تسوية مع هؤلاء بين الدولة وبين أو منطق الدولة ومنطق الميليشيات؟ لا تسوية بين منطق الدولة ومنطق الميليشيات، لا تسوية بين منطق الدكتاتورية ومنطق الديمقراطية، لا تسوية بين دولة دينية لاهوتية كإيران ودول أخرى، ما في تسوية. دولة عم تنتظر مهدي مشان يقضي على هذه التسويات، مستحيل. طب والسؤال ما الحل؟ الحل أن يأخذ الصراع شكل تاريخي، يجب أن تنهض قوة داخلية تجعل من الصراع ممكنا، ولهذا فكرة حل صراع مع بقاء شروط الصراع هبل تاريخي، هبل تاريخي. اجتمعوا مش عارف وين ببلدان من أجل الوثيقة الدستورية في سوريا، نص سلطة ونص معارضة ومستقلين مع السلطة ومستقلين معارضة، كيف بدك تساوي أنت؟ دستور يلغي الدكتاتورية، ما مشان تلغي، كي تلغي الدكتاتورية بدك تلغي الأساس المادي للديكتاتورية، بدأت تلغي حرس جمهوري ومخابرات وجيش، هذا كله بدي يتغير، وهذا أمر 9 سنوات دمرت البلد ولم يتنازل النظام عن أي شيء قديم إطلاق، بالعكس حتى الخوف من الموبايل ما زال هو اللايك بيخوف، كيف بدك تسوي تسوية؟ هذه مرة أخرى نوع من الوهم التالي، أو ما سميته في محاضرة سابقة
اللغوصة السياسية. شكرا لي أستاذ.